عندي قضيه مهمه جدا جدا، فركز معايا كويس قوي في الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي، لان الكلام ده مهم. المهندس ماجد سامي، واحنا عارفين كويس جدا علاقته بنادي وادي دجله، اثار جزئيه غايه في الاهميه ولازم نقف عندها، عشان لو كلامه ده صح دي تبقى كارثه، لو كلامه صح تبقى كارثه سوداء لازم يبقى فيها تحقيق. فاحنا هنعرض التويته بتاعت المهندس ماجد سامي، وده هيخليني ايه اتكلم وادخل لموضوع تاني خالص. ده بوست ليه على فيسبوك مش على تويتر، الراجل بيقول ايه؟ بيقول لك نادي مصري مفلس ماديا، يلعب في الدوري الممتاز ومتوقف عن سداد مستحقات لاعبيه من العام الماضي، للحد الذي اضطر مديرين فنيين للنادي للاعتذار عن الاستمرار في تدريب الفريق، كما اضطر لاعبيه لشكوى ناديهم جماعيا للاتحاد الاسبوع الماضي. خسر هذا الاسبوع مباراته ضد احد الفرق المصارعه على الهبوط بخطأ متعمد من الحارس الاحتياطي، علما بان الحارس الاساسي تواجد على دكه البدلاء، اي انه لم يكن موقوفا او مصابا. نفس هذا النادي سيلاقي في الأسبوعين القادمين ناديين آخرين من المنافسين على البقاء، وتستطيع بكل سهولة التكهن بنتيجة المباريات دي. تمام؟ ده مين؟ ده المهندس ماجد سامي. هو بيلمح لإيه؟ بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح كده، واضح يعني، واضح طبقا لكلامه اللي احنا قريناه كده مع بعض، هو بيتكلم على التفويت. هو بيتكلم على التفويت. فأنا بس هقول لكم على حاجة صغيرة قوي، احنا هنا مش بنتهم حد ولا هنتهم حد ولا هنتكلم في موضوع التفويت، لكن هي قضية مثارة دلوقتي الكلام فيها كتير جدا. واستغربت قوي لما شفت بعض البرامج، مش شفت، سمعت بعض البرامج الإذاعية، تمام، اللي بتدافع دفاع مستميت جدا جدا عن وجهة نظر محددة، بتدافع عن وجهة نظر محددة، وده حقهم مفيش مشكلة. لكن انا اللي اعرفه ان لما تكون قناة عامة لازم تعرض وتطرح القضية للجمهور، والجمهور هو اللي يحكم، سواء بقى قناة او اذاعة. تمام؟ حلو؟ كلام فيه حاجة غلط؟ ما فيهوش أي حاجة غلط خالص خالص. بالتالي احنا مش هنوجه أي اتهام لأي حد، بس احنا هنفكر الناس بحاجات. يعني ممكن نفكر الناس، لأن ممكن البعض بينسى. وانا مش جايب لكم سبق يعني، دي حاجه معروفه، وهعرض لكم فيديو معروف للناس كلها، والسوشيال ميديا ما خلتش دلوقتي، كم الفيديوهات الموجوده على السوشيال ميديا كتير جدا. وهستعير فقره من برنامج ملك وكتابه للاساتذه الكبار جدا الاستاذ ابراهيم المنيسي والمهندس عادل القيعي، وهي فقره بعظمه لسانه على ما اعتقد. يعني في فقره في برنامج ملك وكتابه كده انا هستعيرها بس النهارده كده في الترند، وهي فقرة بعظمة لسانه. مش احنا يا جماعة اللي بنقول، مش احنا اللي بنتهم، لكن هو بعظمة لسانه اللي بيقول. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع نعلق. لو ممكن امشي فمشيت، رحت نزلت على غزل المحل، رجعت على غزل المحل، لعبت السيمي فاينل كاس مصر غزل المحلة مع الزمالك، وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك، على الزمالك، وفرص كتير جات لي ان انا هدف والتوفيق، ومش يعني قلبي ما يعني توفيق ولا قلبي ما طوعنيش، جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي يعني ما طوعنيش. جالك فرص وانت ما حبيتش تهدف؟ جالي فرص لدرجه انا كنت بلعب ساعتها مركز مع بعضينا، لدرجه ان انا جالك فرص، جالي فرص وما قدرتش، لدرجه ان انا ساعتها كنت بلعب على كابتن ابراهيم حسن. فيهم واحدة من قلت له شيل، يعني فيهم واحدة عارف انت اللي هو ايه، انا خلاص يعني لازم احط، انت بتقول لكابتن ابراهيم شيل وانت بتلعب ضده، شيل يعني الله ينور عليك. ده الشغل العادي. فلا انت عارف يعني ايه الزمالك، في موضوع كبير. فعدى الماتش، الزمالك كسب المباراة دي 2-1. الله ينور عليك. بعظمة لسان مين؟ كابتن أسامة نبيه، كان لاعب في غزل المحلة وكان رايح الزمالك، رجع الزمالك بعديها، وهو بعظمة لسانه اللي بيقول كلام واضح جدا، قلبي ما طوعنيش، قلبي ما طوعنيش، وقلت لابراهيم حسن شيل، مش عايز احط جون يا اخي، انا مش عايز احط جون. طيب
اذا المبدا موجود ولا مش موجود؟ انا مش بتهم حد برضه اهو عشان الكلام يبقى واضح، المبدا موجود ولا مش موجود؟ موجود. وبرضه عشان برضه كلامنا يبقى بوضوح اكتر، انا مش بقول ان في تفويت اهو يا عم، انا مش بقول لك في تفويت، بس الدوافع تختلف من مباراه للتانيه ماشي، عشان لو كلمه تفويت دي بتضايق ناس، مع انها هي هي الكلمه اللي كانت محور حديث كتير جدا على مدار او بالتحديد من شهرين فاتوا، مباراه الترجي والمولوديه هم الناس اللي بيقولوا ما فيش حاجه اسمها كده، كانوا بيقولوا ان الكلام ده موجود في المباراه بتاعه المولوديه والترجي، وكان حقهم وجهه نظرهم ما فيش مشكله، ولازم كلنا يا جماعه نتقبل وجهات النظر ما فيش اي مشكله خالص. لكن الراجل بنفسه المدرب العام الحالي لنادي الزمالك بنفسه قال ايه؟ قال كلام واضح جدا، قلبي ما طوعنيش. حتى الزميل المذيع قال له الله ينور عليك، مش بقول ان هو يعني بيقول له برافو عليك، لا يعني اللي هو مش مصدق ان الضيف بتاعه بيقول كده، ايه قمه الصراحه والوضوح دي يا سلام؟ يعني حاجه غريبه جدا. فبالتالي ده هيخليني ارجع تاني لكلام المهندس ماجد سامي، ولو الكلام ده يا جماعه طلع صحيح تبقى مصيبه سودة. طب هنعرف ازاي انه صحيح ولا مش صحيح؟ لازم يكون في تحقيق من الاتحاد المصري لكره القدم، ولازم يكون الفتره اللي جايه المباريات المتبقيه لكل الفرق اللي موجوده في الدوري يكون عليها مراقبه شديده جدا، واتحاد الكوره كده يبقى مفنجل عليه، مفتح عينيه كده مفنجلها وشايف كل حاجه ومراقب كل حاجه، لان عيب جدا جدا لو في اي حاجه حصلت في الدوري هتضر بسمعه مصر وبسمعه الكره المصريه. حلو. وجهنا اتهام لحد؟ لا، بنقول ان في تفويت ما بنقولش، بس احنا بنستشهد، مش احنا اللي قلنا يا جماعه ده، انتوا اللي بتقولوا، مش احنا، مش الاهلي اللي بيقول، انتوا اللي بتقولوا اهو بطريقه موثقه يعني. تمام، بس ده فيما يتعلق بالقضيه المصارعه حاليا والدفاع المستميت من بعض الاذاعات او من اذاعه عامه عن وجهه نظر معينه. فدي كانت جزئيه مهمه حبيت جدا ان انا اتكلم فيها مع حضراتكم، لان الواضح ان في كلام كتير في القصه دي دون توجيه اي اتهام لاي شخص.